أسرار أسامة بن لادن ما زالت تتوالى. في الذكرى الأولى لمقتله سربت الإجهزة الأمريكية بعضاً من مراسلاته مع قيادات القاعدة. واحدة من هذه الرسائل كشفت أن التنظيم في اليمن، وكشفت انفصالاً بين رؤية أسامة بن لادن ورؤية قادة التنظيم الميدانيين لموضوع تصعيد العمليات في اليمن. فرغم تحذير أسامة للتنظيم من تصعيد عملياته، إلا أن القادة المحليين واصلوا التصعيد وتنفيذ العمليات. من كان يقود التنظيم في اليمن إذا كانت أوامر أسامة غير مطاعة؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه في حلقة جديدة من صناعة الموت. حياكم الله. من هذا النفق المثير للجدل انطلق القاعديون إلى المدن اليمنية مجددا، لتعود حكاية القاعدة في اليمن لتسرد من جديد، وليبدأ التنظيم أقوى سنوات عنفه. في 3 فبراير العام 2006، وبشكل مفاجئ، فر من سجن الأمن السياسي في صنعاء 23 عنصرا من تنظيم القاعدة بطريقة أثارت تساؤلات كثيرة، من بينها كيف لهم أن يفروا من أكثر السجون أمنا في اليمن ومن دون علم السلطات اليمنية، وأين وضعوا كل هذا الكم من التراب المستخرج من النفق؟ الرواية الرسمية اليمنية آنذاك قالت إن عناصر القاعدة تمكنوا من حفر نفق بطول 70 مترا تحت الأرض، يمتد من أحد حمامات السجن إلى مصلى للنساء على الجانب الآخر من دون أن يشعر بهم أحد. عدم قدرة عناصر القاعدة على حفر مثل هذا النفق بلا أجهزة متطورة ترصدها أجهزة المراقبة، واحتجاز أخطر خلية إرهابية في اليمن في زنزانة واحدة تسهل عليهم الهرب بشكل جماعي. أسباب دفعت بالتشكيك في الرواية الرسمية وتوجيه الاتهام إلى السلطات اليمنية بمساعدة هؤلاء على الفرار لاستخدامهم كحجة لإبقاء الأوضاع السياسية في اليمن على ما كانت عليه، وإقناع المجتمع الدولي أن النظام اليمني هو الوحيد القادر على محاربة الإرهاب هناك. هو كان في نوع من الإهمال أكثر مما هو يمكن يفسره واحد بالتواضع، وهذه ما أثبتها التحقيقات. إلا أنا قادر أجيبه، أنا قادر أجيبهم وقادر أجيبهم. السلطات الرسمية ردت على تلك التهم حينها ووصفتها بالهجمات السياسية من خصوم الحزب الحاكم. فضيحة فضيحة، دولة مفضوحة. اليوم وبعد مرور أكثر من 6 أعوام على الهروب الكبير الذي دبر في الليل، هناك 5 عناصر سلموا أنفسهم في وقت لاحق، وخمسة منهم قتلوا، أحدهم في عملية انتحارية، بينما تبقى 13 آخرون هم عماد التنظيم وقادته، وفي طليعتهم قائده ناصر لوحيشي والقائد الميداني قاسم الريمي. لبرنامج صناعة الموت، عمار هندي، العربية. وبعد مشاهدتنا لهذا التقرير أرحب بضيفي في حلقة اليوم الأستاذ فارس بن حزام، الصحفي المتخصص في شؤون القاعدة. مساء الخير فارس، أبدأ معك بشكل القاعدة اليوم بعد هروب هؤلاء المساجين من القاعدة بعد 6 سنوات، هل هذا الهروب هو الذي شكل نواة القاعدة على ما هي عليه في اليمن اليوم؟ يعني 6 سنوات كانت كفيلة لتؤكد بالفعل أن هم المجموعة التي هربت في ذاك الوقت، يعني تبقى منهم الآن قريبا 13 شخص، هم على الأقل نستطيع أن نقول أنه هو الواجهة القيادية الآن لتنظيم القاعدة اليوم، إن كان ناصر الحيش أو قاسم الريمي، وأيضا يذهب بالفعل إلى الحديث السابق عندما كانت هناك شكوك هل هذا كان هروب أم تهريب. النظام حاول يدافع عن نفسه في تلك الفترة، لكن لا يوجد أي شيء يؤكد بالفعل أن ما حصل كان هروبا بتدبير من تنظيم القاعدة. الواضح بالفعل أن كل المعطيات من ذاك الوقت حتى اليوم تؤكد أن كان هناك تهريبا أو تسهيلا لهروب هذا الكم من البشر. يعني في وجهة نظرك الآن في علامات الاستفهام، هل هذا يعني بأنه هناك أيضا خطوط حول التهريب من قبل الحكومة السابقة، هيك بفهم؟ إن لم تكن حكومة بالفعل كحكومة أو أطراف في السلطة نستطيع أن نقول، لأنه لا يوجد أي دليل واحد يثبت بالفعل أن المجموعة هربت من تلقاء نفسها من خلال الحفر، وهناك الكمية الكبيرة من الأتربة التي استخرجت لتوفير هذا النفق بين السجن والمسجد تؤكد بالفعل أن هناك طرف آخر كان هناك خارج السجن هو الذي سهل خروج هذه المجموعة، وبالفعل هي الواجهة اليوم اللي نشاهدها ونرى أعمالها خلال 6 سنوات. طيب ولكن المجموعة قتل منهم من قتل، أيضا هناك أشخاص أيضا سلموا
حسام، وهناك أشخاص ما زالوا هاربين. هل نعتبر أن الذين ما زالوا هاربين حتى الآن هم الأخطر كانوا برأيك؟ فعليا هم الأخطر، يعني النجمين أو النجمان الأساسيان في تنظيم القاعدة اليوم ناصر الحيشي قاسم الريمي، هم أحد منهم من 13 المتبقين ذاك الوقت. يعني هناك الواجهة الفعلية للتنظيم أو السورية خلينا نقول اللي هو ناصر الحيشي، وهناك القائد الأخطر وهو العقل الأساسي داخل العمل الميداني داخل اليمن متمثل بقاسم الريمي، وهو الذي يدير القاعدة داخل اليمن أكثر ما إدارة ناصر الحيشي طبعا. طيب فارس، دعنا الآن نتابع ما قاله أسامة بن لادن في رسالته إلى قادة القاعدة في اليمن، ثم نعود لمناقشة الرسالة. الراجح عندي عدم التصعيد فيها للأسباب التالية: إن التصعيد في اليمن يستنزف جزءاً كبيراً من طاقة المجاهدين بدون استنزاف رأس الكفر أمريكا بشكل مباشر، ولذلك ضرر كبير على المجاهدين بشكل عام وتأثير على الحرب العامة بين الكفر والإسلام، حيث أن اليمن يشكل ثقلاً هاماً في دعم الجبهات بالرجال، فإن استعرت الحرب فيها سينقطع أو يضعف المدد للجبهات الأخرى. ومن هنا يظهر لي أن يبقى اليمن قوة مدد واحتياط للمجاهدين في الجبهات المفتوحة، وأداة قوية بإذن الله لإعادة الخلافة عندما تتهيأ الظروف لإقامتها، حيث أن الظرف الحالي لم يتهيأ بعد لفتح جبهة في اليمن تؤتي الثمرة المرجوة منها. إن ظهور قوة مسيطرة للمجاهدين في اليمن أمر يستفز ويستنفر الأعداء الدوليين المحليين استنفاراً كبيراً جداً، مختلفاً تماماً عن ظهور قوة للمجاهدين في أي دولة من الدول التي ليست في قلب العالم الإسلامي. فلا تزال لدينا قوة كبيرة نستطيع جمعها وإعدادها، ولو افترضنا أن الظروف المناسبة لقيام دولة إسلامية في اليمن والمحافظة عليها تكتمل بعد 3 سنوات مثلاً، فالبدء بالجهاد قبلها ليس من الحكمة، لأنه سيبدد قوتهم ويطيل وقت إعدادها بدون أن تحقق هدفها الرئيس وهو إقامة الدين. وبناء عليه فليس هناك ضغط قاهر وضرورة ملحة لإرهاق واستنزاف جبهة اليمن قبل اكتمال مقومات نجاحها وإدخال قوة الاحتياط والمدد للمجاهدين في مأزق حرج، لما سبق ذكره من أن حجم الصراع سيكون فوق الإمكانيات من عدة وجوه. فالذي يظهر لي أن إيقاف التصعيد في اليمن مصلحة عامة للمجاهدين. ومن هنا يظهر أن معظم الناس في اليمن إن خيروا بين حكومة تشكلها القاعدة أو حكومة تشكلها أي دولة من دول الخليج بشكل مباشر أو غير مباشر، كأن توفر الدعم لعلي سالم البيض أو غيره ممن لديهم قدرة إدارية، فسيختارون الحكومة التي تشكلها دول الخليج سواء في الجنوب أو الشمال، لسبب بسيط وهو أنهم يعتقدون بأن هذه الحكومات مسلمة ولديها القدرة على توفير ضروريات معاشهم، وهذا هو مطلب الناس، أن تجتمع لهم أمور دينهم ودنياهم. وأعود لضيفي في الاستديو فارس بن حزام للتعليق على هذه الرسالة. فارس، ما تقييمك لهذه الرسالة؟ يعني رسالة لافتة، إذا كان هو زعيم التنظيم أسامة بن لادن يشكو من حال تنظيم القاعدة في اليمن ويرسل إلى القائد الأساسي في أفغانستان في ذاك الوقت اللي هو عطية الليبي جمال المصراتي، يقول أن هذه هي أخطاء تنظيم القاعدة في اليمن. من الواضح أن بن لادن فعليا أرسل عن طريق الوسطاء إلى القاعدة في اليمن. لمن كانت ذاهبة الرسالة في اليمن؟ بكل تأكيد سيرسلها إلى واجهته في اليمن، هو ناصر الحيشي اللي هو زعيم القاعدة داخل اليمن، ستصل الرسالة. لكن هو السؤال الغريب أنه لماذا لا يلتزم تنظيم القاعدة بكلام زعيمه؟ سأناقش معك هذه النقطة، ولكن باعتقادك هل الرسالة وصلت أم لم تصل بسبب صعوبات معينة ربما؟ لا بالفعل هي وصلت، لأن هناك كانت رسالة أخرى بين جمال المصراتي الذي أرسل إليه بن لادن رسالة وتنظيم القاعدة في اليمن، ينقل أن هناك التواصل مستمر بين المكانين، بين وجود أسامة أو المصراتي في باكستان وبين المجموعة الموجودة في اليمن، هناك تواصل مستمر. لكن يبدو تنظيم القاعدة في اليمن
لم يلتزم بما طلبه أسامة بن لادن. لماذا لم يلتزم؟ يعني هل لم يكن أسامة هو المرجعية للقادة في اليمن؟ ربما المجموعة الموجودة في اليمن هي تأخذ من أسامة ما تريد وترفض ما لا يناسبها، وبالتالي هذا لن يكون هو ضمن قرارها الإداري أو التنظيم داخل التنظيم. ولكن كانوا يقولون أن أسامة هو زعيم، يعني أنت تعلم زعيم في جزيرة العرب، لماذا في هذه النقطة لم يلتزموا بما قاله؟ هنا لابد أن نفكر بنقطة أساسية، إذا كان بالفعل أسامة بن لادن هو زعيم القاعدة لماذا لا تلتزم به؟ علينا أن نعود إلى الوضع السابق، أن تنظيم القاعدة ليس هو الواجهة الذي نراها، ليس ناصر الحيش وليس نائب سعيد الشهري السعودي وليس قاسم الريبي، هناك قيادة خفية ولكنها قيادة غير يمنية وغير سعودية، وليس من المصلحة أن تكون هي الواجهة. أيمن الظواهري مثلا؟ أيمن الظواهري موجود في منطقة بعيدة، ولكن لأيمن الظواهري ممثلين داخل اليمن. هناك أهم اسم لا يرد في وسائل الإعلام كثيرا ولا يظهر حتى في إصدارات وبيانات تنظيم القاعدة، اللي هو إبراهيم البنا، وهو أحد الكوادر الكبيرة في تنظيم الجهاد السابق الذي انضم للقاعدة. طب ولكن فارس لفت انتباهي في الرسالة بأنه أسامة بن لادن يسأل أين أبو محمد، هل هذا يعني بأنه عملية التواصل معه كانت منقطعة؟ يعني رسالة أسامة بن لادن عن أين أبو محمد، ومحمد المقصود أيمن الظواهري نائبة، كانت بين شهر 6 وشهر 8 من 2010، نتحدث عن قبل نحو 8 أشهر من مقتل أسامة بن لادن. في تلك الفترة واضح أن الظواهري انقطع اتصاله بأسامة بن لادن، ورسالة أسامة تقول أنه لا يستلم مني رسائل ولا يجيبني عليها. وإذا نظرنا إلى الرابط الآخر، أن هناك مجموعة مصرية تقود تنظيم القاعدة في اليمن ولكنها في الخفاء، بالتالي نستطيع أن نقول أن أيمن الظواهري هو الذي كان يقود تنظيم القاعدة داخل اليمن وليس أسامة، وبالتالي لابد أن يقطع هو الاتصال بين أسامة وبين اليمن عن طريق إبراهيم البنا الوسيط في إبراهيم البنا هذا الشخص المعلوم المصري. هناك أسماء أخرى لا نعرفها، نعرف أن اليمن استضافت عشرات من كوادر تنظيم الجهاد خلال فترة التسعينات وبعد 2000، البنا هو واحد، لكن هناك أسماء أخرى هي التي تدير العمل، وهي أسماء متقدمة بالسن، ليسوا من جيل سيد إمام أشهرهم في السابق كان ذلك، ولكن من بعد هناك أسماء لأشخاص أعمارهم في الخمسين، أينهم في العقد السادس، ليسوا من جيل هذه المجموعة الشابة، هناك فرق 20 سنة في العمر، 20 سنة بالتجربة، هم اللي يقودوا العمل وهم الذين يملكون الاتصال المباشر مع القيادة الأم مع أيمن الظواهري، وبالتالي هم الذين يوجهون التنظيم، فيأخذوا من أسامة ما يريدونه ويرفضون من أسامة. ولكن أسامة بن لادن كان يرى المشهد في 2010 ما هو عليه الآن، رغم ذلك لم يلتزموا، هل هذا يعني بأنه هناك قصر نظر بالنسبة لأيمن الظواهري أو البنا وغيره من هذه الأسماء، أم أنها عملية تحدي ما بدهم يأخذوا كل شيء؟ أيمن الظواهري عنده ارتباطات سياسية قديمة منذ أن خرج من مصر، وعنده تحالفات سياسية مع الأعداء ليست غريبة عليه، إن بدأ مع خصومه في السودان ومن ثم وصولا إلى إيران اليوم، لكن الأساس في هذا الموضوع أن التنظيم الموجود في اليمن لا يستطيع أن يتخذ قرار السعوديين أو اليمنيون منه، يتخذ قرار بأنفسهم، هو سيكون القرار قرار ما يراه أيمن الظواهري في باكستان أو أي مكان يختبئ به. هل كان برأيك قبل أن أنتقل إلى فاصل مخاوف أسامة بن لادن في محلها يعني الآن؟ واضح أن الرجل سنضطر أن نثني عليه بعد رحيله، أن الرجل كان يقرأ سياسيا أفضل بكثير من قراءة أيمن الظواهري، كل ما كان يقول أن الناس سيلفظونكم والناس ستحاصرون محليا ودوليا هو تحقق الآن، يعني بعد سنتين من كتابة تلك الرسالة نرى المشهد الآن في اليمن هو تحقيق لما قاله أسامة بن لادن قبل سنة. طيب فارس اسمح لي أن أنتقل إلى فاصل قصير نتابعه بعده، هل ينتقل مشروع الصحوات من العراق إلى اليمن لمواجهة القاعدة؟ نتابع بعد الفاصل. أبيان جنوب اليمن تحولت إلى ساحة حرب مفتوحة بين مسلحي القاعدة وقوات الجيش، في وقت أخذ التنظيم يوسع نشاطه إلى محافظات أخرى بعد أن اتخذ من أبيان ملاذا ومنطلقا له، وظهر له فرع جديد باسم أنصار الشريعة. في المقابل يبدو الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي سليل أبيان أكثر تصميما على شن حرب لا هوادة فيها ضد القاعدة وتخليص أبناء تلك المنطقة من مسلحي التنظيم.
أن المعركة لم تبدأ بعد ولن تنتهي إلا بعد تطهير كل مديرية وقرية وموقع ليعود النازحين إلى منازلهم آمنين مطمئنين. من الواضح أن الحرب بين الحكومة اليمنية والقاعدة دخلت مرحلة كسر العظم وأنه لا تراجع، فالطرفان يستعدان لمواجهات شرسة بعد التحدي الذي ظهرت فيه القاعدة أخيرا، وهي تشن هجمات مباغتة على المعسكرات وتقتل الجنود وتأسر البعض الآخر وتستولي على المعدات والأسلحة، وهو الموقف الذي وضع الحكومة اليمنية في موقف محرج وصعب. وكانت آخر تلك الهجمات التي نفذتها القاعدة بفرعها الجديد أنصار الشريعة على الجيش ما جرى فجر الاثنين السابع من مايو، عندما هاجم المسلحون موقعين عسكريين تابعين للواء 115 جنوب زنجبار، ما أدى لمقتل نحو 32 جنديا وأسر نحو 30، وتم الاستيلاء على أسلحة وذخائر. هذه التطورات جاءت عقب مقتل القيادي في القاعدة فهد القصع الذي قتل بغارة جوية نفذتها طائرة أمريكية بدون طيار في محافظة شبوة. خلال الشهرين الماضيين ظل مقاتلو القاعدة وما زالوا حتى اللحظة يحاولون دخول مدينة لودر والسيطرة عليها نظرا لموقعها الاستراتيجي، كونها تربط أبيان بمدينة عدن ومحافظة لحج، وهو حلم القاعدة بالتوسع في المحافظات المجاورة. لذلك ما زالت المعارك متواصلة على تخوم لودر ومن اتجاهاتها المختلفة. القاعدة تنطلق من مدينة زنجبار التي تسيطر عليها منذ مايو العام الماضي، كما تسيطر على أجزاء من مدينة جعار، وقد رفع التنظيم أعلامه وشعاراته على المباني والمؤسسات الحكومية في هذه البلدات بعد أن حول البعض منها إلى إمارات إسلامية كما يقول. هذه الأحداث في أبيان خلفت مأساة على سكان هذه المحافظة، حيث نزح نحو 200,000 شخص إلى المناطق المجاورة وأبرزها عدن بعد أن دمرت المنازل والمنشآت والمصالح، الأمر الذي حمل الحكومة اليمنية ومنظمات الإغاثة مسؤوليات كبيرة في إنقاذ وإعاشة هؤلاء النازحين. غير أن ما غير موازين القوى اليوم في لودر وأبيان عموما في مواجهة الجماعات المتطرفة الغازية للمنطقة هو الصمود والاستبسال اللذان أبدتهما اللجان الشعبية التي تقاتل مع قوات الجيش، الأمر الذي أحبط خطط القاعدة في التوسع والسيطرة على مدن محافظة أبيان. تكبدوا 300 قتيل داخل لودر وأكثر من هكذا، 300 قتيل لم يتوقعوا هذه الحصيلة في أي معركة. لا شك أن الغارات الجوية التي تم تكثيفها خلال الأسابيع الماضية ضد مواقع القاعدة في جبال شبوة وأبيان أوقعت خسائر كبيرة في أوساط قيادات التنظيم وأربكت خططه في الحركة والتخطيط. المعلومات الواردة من صنعاء تشير إلى أن الجيش اليمني يعد لهجوم واسع على القاعدة في زنجبار وبعض البلدات التي تضم مسلحين لتحرير المنطقة منهم. وقد توجه وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر أحمد إلى المنطقة العسكرية الجنوبية لمتابعة الموقف. الفترة المقبلة ستشهد مواجهات حاسمة في أبيان والمحافظات الجنوبية بين الجيش اليمني ومقاتلي القاعدة، في وقت ما زال المشهد السياسي يعيش الضبابية والمؤسستان العسكرية والأمنية ما زالتا منقسمتين، وأنظار الإقليم والعالم تتجه صوب اليمن لحسم خياراته تجاه الإرهاب. وبعد التقرير أعود لضيفي في الاستوديو الأستاذ فارس بن حزام. فارس، لودر واللجان الشعبية لفت للانتباه بأنهم يحاولون أن يسيروا على نهج الصحوة في العراق، هل هذا ممكن أن يكون في اليمن؟
من الصعب جدا. المشروع البسيط الذي ظهر في لودر في أبيان يعني مشروع بسيط، أنا شاهدت بعض الصور يعني لا تعكس بالفعل مجموعة قوية، يبدو أنه كان قلة بسيطة لا تلقى حتى الدعم السياسي داخل البلد، يعني عكس المشروع اللي كان في العراق. مشروع العراق كان له دعم سياسي إما حكومي عراقي أو سياسي حتى أمريكي، فاللي نجحوا حقيقة أن الأمريكان هم اللي نجحوا مشروع الصحوات في العراق. في الوضع المحلي اليمني لا توجد أي فرص لنجاح مثل هذا المشروع إلا إذا كان هناك قرار سياسي أساسي داخل في القيادة في اليمن، وهي قيادة الآن مهزوزة وضعيفة، أن تتخذ بدعم هذا المشروع بكل تأكيد سيجد رواج، وهو الشيء الذي حذر منه أسامة بن لادن في رسالته، أنه ستجدون الناس يلفظونكم بكرة ويطالبون بحكومة تشكلها دولة خليجية وليست حكومة تشكلها القاعدة. طب الآن كيف تتوقع شكل القاعدة في اليمن في هذه الأيام؟ يعني شكل القاعدة الآن هم في نشاط مستمر، محاولة السيطرة على بلدات صغيرة وهذه عملية صعبة، محاولة الانتشار جنوبيا، ونلاحظ أن القاعدة التي كانت أساسا تتركز نشاطها أساسي في اليمن في الجزء الشمالي من اليمن انتقلت إلى الجزء الجنوبي، ونقلت الأمراض السياسية والأمراض الأمنية من الشمال إلى الجنوب، فتأذوا منها سكان الجنوب. ربما سكان الجنوب يتحركون أكثر للفظ هذه المجموعة، ولكن بحاجة هم إلى قرار سياسي. هم أضعف أم أقوى؟ هم الآن في مرحلة قوة لكن ليست قوة مستمرة، هي قوة في بلدات صغيرة لا تستطيع الصمود كثيرا، وهم بالفعل ما كان ينبه منه أسامة بن لادن. لكن وضع القاعدة الأصعب الآن هم بفتحهم جبهات خارجية، إما بإرسال المفخخات إلى أمريكا أو عبر خطف الدبلوماسي السعودي عبد الله الخالدي. هذه هي الورطة التي يذهب بها تنظيم القاعدة ستقضي عليه سريعا، إما بالنشاط المحلي بتكاتف المناطق ضده ومحاصرته، أو بالتدخل الخارجي. إن مثلا هل التطورات هذه ترى فيها بصمة أيمن الظواهري؟ تخبطات أيمن الظواهري السياسية، عدم حساباته السياسية الخارجية. أيمن الظواهري هو الذي يعني له رؤية في الاستهداف الداخل، فهو اللي تؤثر على تنظيم القاعدة، الذي يحاول يتجنبها كان في السابق أسامة بن لادن. لكن الجانب اللافت الآن في قصة القاعدة، وخاصة في قصتها في الصدامات الخارجية خارج اليمن، مثل قصة السعودية الآن عبد الله الخالدي اختطف وتورطت فيه القاعدة اليوم. بكل تأكيد هو صيد ثمين، دبلوماسي سعودي صيد ثمين، لكنه تورطت فيه القاعدة، لا تستطيع أن تقتله، وتعرف أن الرد السعودي سيكون قاسيا جدا جدا، وتعرف أن الرد السعودي ربما ينقل المعركة إلى داخل اليمن، يكون هناك تدخل سعودي مباشر، تمام، ولا تستطيع أن تتخلى عنه. هذا شاهدناه في عملية العميل المزدوج في إحباط محاولة التفجير، ربما تذهب السعودية إلى بعد من ذلك، أو أنها بالفعل تتخلى عنه، وبالتالي تفقد مصداقيتها عند الجمهور. واللافت الغريب في قصة الخالدي أن عبد الله الخالدي الذي يعتقل من تنظيم القاعدة، أن شقيقه جاسم هو أيضا دبلوماسي مهم في باكستان، هو الذي أشرف وتولى على ترحيل أسرة أسامة بن لادن، أرامله وأطفاله، أخرج لهم التأشيرات وأركبهم الطائرة وصولا إلى السعودية، وهو يستحضر بيت شعر الذي كان يقول في العهد الأموي، يقول إن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لاختلاف شديد، أو اختلاف أنا ناسي البيت بالتحديدا، ولكن وإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدي. شارع أعتقد اسمه ابن مقنع. ابن مقنع الكندي. ولكن هذه اللفتة أنه الخالدي شقيق يختطف شقيقة في اليمن، وهو يتولى رعاية أبناء أسامة بن لادن وأيتامه لينقلهم إلى السعودية. طيب، ولكن ألم تعلم القاعدة في اليمن بأنه شقيق مساعد القنصل هو من فعل كل ذلك؟ لا يمكن كل المعلومات هذه، بس هذا كان اللافت هذا قبل أيام، أن هذا جاسم الخالدي شقيقه مخطوف وهو يتولى رعاية أبناء بلاده. طبعا هو يقوم بواجبه الوطني وواجبه الرسمي لا أكثر من ذلك. هل تتوقع المزيد من التصعيد فارس؟ بكل تأكيد تنظيم القاعدة ذاهب إلى التصعيد، لأنه داخل في مرحلة الورطة، داخل في مرحلة الورطة، وبالتالي هو إما أن يواصل أما أن يتراجع يفقد مصداقيته، فهو الآن في مرحلة ورطة وربما تتسبب له بمزيد الخسائر. هل سيكون يعني بعد معنا دقيقة، هل سيكون هناك تغيير في المشهد في مشهد القياديين إذا صح التعبير؟ من الصعب القياديين، القيادة نعلم أنها ليست لناصر الحيشي، القيادة هي لقاسم الريمي في الشق اليمني وليس في العمل الخارجي اللي يقولنا المصريين، لأن الحيشي اضطر يكون هو واجهة لأنه هو من الجنوب، وهو هذه الفكرة أساسا أن تنظيم القاعدة أن يكون القائد جنوبي. وبينما قاسم الريمي هو رجل شمالي، فبالتالي لا يستطيع أن يكون القيادة، لكن اللي يدير العمل على الأرض خارج الأضواء هو قاسم الريمي. هل تتوقع تدخل أكبر لأيمن الظواهري الآن؟
من الصعب جدا. هو وزع افكاره وترك لجنوده قياداته المصريه الموجوده داخل اليمن تتولى العمل، لكن هم الان في مرحله ورطه مستمره يعني. شكرا جزيلا لك زميلي الاستاذ فارس بن حزام الصحفي المتخصص في شؤون القاعده، كنت ضيفنا هنا في الاستديو. شكرا فارس. ومشاهدينا الكرام، الى هنا تنتهي هذه الحلقه من صناعه الموت. لكم تحيتي وتحيه فريق العمل معي ودائما في صناعه الموت، من العربيه معا نصنع الحياه. الى اللقاء.